السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع رمضان؟ ياك ما عييتم التوجان باين عينا كنا علينا. الصراحه نتمنى تكونوا بالف خير وعلى خير. حبيبات ديالي، اليوم جبت لكم واحد السوبر زال نتاع الحوت بالبسباس، كتشهي بزويناتها وبصوص الصوجة، كتجيب واحد لاكولو غزاله. وانا في التالي رميت فيها شويه ديال الحميمصات وشويه ديال الكروفات، وهكا بغيت نقدمها انا. اذا حبيباتي، الا بغيتو تعرفوا شنو درت اضافه لهاد السوبه وجميع المحتويات ديالها، ما عليكم الا تدخلوا الفيديو ديالي وتتبعوا معايا جميع المراحل. يلا حبيباتي كنستناكم. الان غادي نمروا الى مقادير الصوبه ديالنا نتاع اليوم او شوربه السمك نتاع اليوم. شنو عندنا في المقادير؟ عندنا البسباس، جوج حبات البسباس مقطعين قطع صغيره، قطعه من القرع الاحمر، واحد جزره مقطعه قطع صغيره، نصف بصله، قزبر ومعدنوس وكرافس، قليل من الكروفيت، واحد السمكه كيف ما كان نوعها، النوع اللي عندكم ديروه، شويه توابل، معلقه صغيره ديال توابل السمك، نص معلقه اولا راس معلقه ديال الملح، واحد كنور ديال السمك، زيت الزيتون، صوص سمك وصوص صوجة. والان نمر الى الطريقه. انا اليوم بغيت نبارطاجي معكم هاد الشوربه ديالي ديال السمك، راه كتجي رائعه البنات، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش مع الحبيبات ديالي، يستحقوا. علاش لا؟ الانسان اللي يعرف شي حاجه ما خصوش يبقى شادها غير راسو بوحدو، وانما يخلي الناس الاخرين يستافدوا حتى هما معاه. هذه صوص، يعني شوربه صحيه فيها الخضر الحمراء، يعني الجزر مع 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 القرع الاحمر والبسباس. البسباس كنعرفوا بانه كيتواتى مع السمك، رائع جدا البسباس. راني عندي كلشي كنديرو في الثلاجه في الكونجيلاتور البنات، ما كنبغيش الخضره انا تخسر ليا، وداكشي كنحدد طريه كنقطعها باش تبقى طريه هكذا. اذا غادي نرمي كلشي المقادير يتعرقوا هنايا، ومن بعد غادي نضيف لهم المطايب. نرمي الخضر ديالنا، البصل ديالنا، الربيع ديالنا كامل، تعرق شويه وصافي. وهذه السمكه غادي نخلي الكروفيت نضع منه غير شويه، والاخر غادي نخليه حتى نبغي نطحن الخضر عاد نضيف ليه البقيه ديال الكروفيت، غير باش تجي يجي انا غير باش نسمو صافي. نخلي شويه حتى لسميتو، نزيد الملح التوابل ديالي، صوص صوجا غادي نديرو واحد معلقه كبيره البنات، معلقه حتى الملعقه تاعي. هذه عندي كونسونطري البنات، اللي عندكم جاريه ديرو جوج، انا عندي هذه كونسونطري درت غير وحده. وغادي نزيد صوص السمك، صوص السمك غادي ندير جوج معلقات صافي. اذا الان حبيباتي غادي نرمي فيها داك الكنور ديال السمك صافي، وغادي نمرقها وغادي نشد عليها. من بعد ما طاب لي الماء غادي نمرقها بالماء طايب، ندير الجهد ديال هذا اللي بغيت باش طيب السلطه ديالي وصافي. دا الان حبيباتي طابت السلطه ديالنا، غادي نحيد الشوك اللي قديت نحيدو ديك الحوت، والباقي غادي نطحنو مع كلشي مع بقيه. دابا غادي نطحن البنات، وديك الساعه نرجع ليكم نطحن معاكم.
اذا البنات هذا هو القوام ديالها، نوريه لكم. انا بغيتها شويه قاصحه، شويه جاريه بليتو، دابا جات هي شويه قاصحه. انا غادي نزيد لها شويه الماء، الماء طايب، كتعجبنيش انا الصوبه قاصحه البنات، يعني جاريه شويه. ما نزيد لها ني قش د طريه ني فرماج، راه غنيه بصوص صوجا وهذا والسمك الكروفيت. اذا نخليها هكذا، كتجي واحد لا كولور ديالها البنات بحال درتيها بالشامبينيون، بحال لا كولور ديال الشامبينيون. شفتوا كي دايره البنات كولور ديالها في شكل ديك صوص الصوجا، كتعطيها لا كولور برونزي. اذا الان غادي نرمي الكروفيت ديالنا صافي، باش يبقاو هكذا. كان بغيتهم كي نكون نشرب السوبا ناكل، كي نشرب السوبا نطيح في كروفيتات كاملين، داكشي علاش النص كنطحنو والنص كنلو. اذا السوبا ديالنا راها غنيه بالخضار تبارك الله والسمك، وما فيهاش بزاف ديال الدهنيات، فيها زيت البلديه وصافي. ما بغيتش نزيد لها القشطه الطريه، ما بغيتش نزيد لها الفرماج لانها فيها تبارك الله البروتينات، ما كانلاش نزيدها. كروفيتو ديك السمكه راه كافيين، وحنا الغرض ديالنا هو ناكلو شويه د الخضر وتعطيو لوليداتكم شويه د الخضر حتى هما ياكلوهم. اذا يلا حبيباتي تنبغي نقدمها نوريكم كي جات. حبيباتي هو هذا الفطور ديالي نتاع اليوم، والسوبه اللي قدمتها معكم البسباس والسمك ومع القمرون. وهذه المائده اول مره كنبارطاجي معكم مائده الفطار تاع اليوم. شنو عندي هنايا؟ عندي السلطه اللي خص ضروري يكون في جميع الموائد ديالنا ديال الافطار، ضروري تكون سلطه. درت نتاع الخس مع البطراف والجبن والطوماط سوريز. عندي شي بطاطات معمرين بالجبن والسمك او التون والزيتون والذره والكاشير، وعندي صبيعات نتاع الكفته بورقه الفينو اللي كنت درت معكم، وعندي دي تارتليت بلا كريم باتيسيير بقشره البرتقال، وصحتها زينتها بالفواكه شويه ديال الدلاح. وعندي هنايا جوج بخيضات نتاع الدجاج اللي حمرتهم شويتهم في الفرن مع البطاطا بواحد لاصوص رائعه جدا، طيبتهم دوك لي ساشي ديال البلاستيك. وجوج طريفات صحبتهم جوج طريفات نتاع الكراتان ديال اللوبيا الخضراء بالقشده الطريه والبيض والفرماج، وعصير ديال البرتقال عادي بلا سكر بلا حتى شي فاكهه اخرى، لان عندي الدلاح وعندي لي تارتليت ما يمكنليش نزيد عصير اخر، قلت خلي غير عصير ديال البرتقال وشويه الزميته وشويه المعسلات ديالي اللي كنت وجدت معكم في الاول ديال شهر رمضان، التمر معمر، شويه الفرماج ديال الاضام، شويه ديال الكرموس اللي ما تخطانيش. انا من المائده ديال الافطار ديالي، ولا اتاي طبعا الحال مشحر بالنعناع ولكن بدون سكر. حيت انا ما كيعجبنيش نزيد السكر، لان اصلا عندنا السكريات في الفواكه وهذا الشيء. ايوا الى هنا نقول لكم حبيباتي صحه فطوركم ومبروك عواشركم وشهر مبارك كريم ان شاء الله بالصحه والهنا، وباش ما تمنيتو ان شاء الله وبالصحه والسلامه بالدرجه الاولى. نتمنى تكونوا كلكم في احسن ما على احسن ما يرام. والى هنا نقول لكم مع السلامه، وما تنساوش لي جيم ولي لايك وتابونوا معنا في القناه، وكلشي غادي يكون عندكم في صندوق الوصف المقادير ديال السوبا ديالي والرابط باش يمكنكم تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب والعائله. ونعاودكم مره ثانيه مع السلامه حبيباتي.